في عالم تتسارع فيه وتيرة تطور الحياة وتغييرها، وتتنامى وسائل التواصل بين الحضارات المختلفة، فسحتنا المجال لمفهوم جديد يسمى العولمة، أن يشكل الخطر الأبرز لصمود الثقافات المحلية والهاجس الأكبر لها. يبزغ نجم التراث الشعبي كأمل وحيد في سبيل الحفاظ على موروثنا الثقافي وهويتنا الوطنية، وفي اللحظة التي قد يقلل الكثيرون من أهمية البرامج والأنشطة التراثية في عالم أصبح لا يدرك بالفعل أهمية الماضي، يكافح أولئك الذين يملكون بصيرة تنظر إلى مستقبلنا الإنساني والاجتماعي من أجل أن يؤسسوا لغد لا يتنصل من ملامح حضارتنا الأصلية. وهنا مغزى الحكاية أيها السادة. في اليمن المنهك بالحرب والمكتوي بنار إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، ثمة حياة مختلفة تدب في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرقي البلاد، تزامناً مع ما يسمى بموسم البلدة الذي أعاد شيئاً من بريق المدينة المفقود منذ سنوات. فالأجواء السياحية في المدينة هذه الأيام تشعر مع أنك خارج حدود اليمن الجريح، والبلدة هي تسمية شعبية لموسم مناخي يتخلل فصل الصيف الحار بساحل حضرموت، ويتميز باعتدال درجة الحرارة وبرودة ماء البحر، الأمر الذي يجعل سواحل حضرموت وتحديدا مدينة المكلا مقصدا للاغتسال والاستمتاع بالأجواء الجميلة. وما زاد الرونق والوهج لهذا الموسم الاستقرار النسبي الذي تشهده مدن ساحل حضرموت منذ تحريرها من سيطرة تنظيم القاعدة في أبريل نيسان 2016، أعاد السياحة الداخلية إلى الواجهة في ظل الحرب التي تشهدها المحافظات الشمالية والغربية واستمرار الصراعات والاختلالات الأمنية في بعض المحافظات وغيرها. كل هذه المقومات جعلت لمدينة المكلا مكانا آخر، جعلت لها ميزة خاصة، جعلت للبلدة فيها حكاية ورواية. جمال الحكاية في أدق تفاصيلها، وأجمل ما يميزها الصوت والكلام المنغم الذي يعد خصيصا لها. تجد الكل مبتهجا مترنما شغوفا بكل تفاصيل البلدة، الحكاية والرواية. وهناك كثر تغنوا بالبلدة وذاعبت أصواتهم الكلمات وشرفت النوتات الموسيقية بعزف الهنك البحري كما يجب أن يكون. وهنا تكمن الحكاية. برودة البحر والأجواء الجميلة في مدينة المكلا خلال موسم البلدة تغري الآلاف من المواطنين من المحافظات المجاورة للقدوم إلى المدينة، ويكون البحر المقصد الأول لهؤلاء الزائرين. فمشهد الشواطئ المكتظة بهوات السباحة ومرتدي البحر هو سمة المدينة الأبرز خلال هذا الموسم. وترافق موسم البلدة غالبا فعاليات ثقافية وتراثية ومهرجانات تعكس سياحة الموروث والفلكلور الشعبي، وتتبنى هذه الفعاليات السلطة المحلية والقطاع الخاص. تشخص الأبصار دائما أيها السادة لخلق السعادة، لذا الكل هنا سعيد في حالة لا يمكن أن تصفها الكلمات ولا تحكيها العبارات، لكن الصورة دائما
تكون الأبلغ والأدق في وصف هذا الجمال والتعايش الاجتماعي. والكل هنا يجمع أن نجم البلد السياحي حكاية موسمية سياحية تفاخر بها حضرموت في كل عام. إدارة المهرجان البلدة أعطت يعني صورة لحضرموت ما كانت على بال في عصرنا الشباب هذا، ما يفهموا إيش معناته الكوز، اليحلة، القفة، الخوص وغيره من هذا، يعني أعطى طابع يعني شيء ما يتصوروه. حتى الزوار الذي أتوا من غير محافظة حضرموت، المحافظات المجاورة، وحتى من الدول الخليج، يعني كان يصادف مهرجان البلدة في العطلة الرسمية تقريبا يأتون لحضرموت من عدة دول، وبالذات أخص الحضارة المهاجرين يحصلوا فرصة ويأتون. وحتى البعض أنهم ليس يعني أنهم حضارة أو يمنيين، لكن يقول لك نحن نأتي لمهرجان البلدة، شافوا شيء في مهرجان البلدة تراث حضرمي ظهر لم يعرفه. ومهرجان البلدة يعني هو ليس معناته أنه هو القصد مفهومة رياضة وغناء وما شبه ذلك، لا، هنا يعني مهرجان البلدة تاريخ لحضرموت. والشيء كذلك برضو حتى من حيث الدخل، كان مهرجان البلدة في أذكر أنا المهرجان الأول والثاني والثالث زخم غير يعني ما تتوقعه، يعني حتى من حيث الدخل كما قلنا أنه المطاعم اشتغلت، تكاسي الأجرة اشتغلت، وكلين يعني في مجاله وفي اختصاصه اشتغل. مهرجان البلدة استقبل ضيوف والمكلة أصبحت زخم يعني ما تتوقعها في هذاك الوقت. وكانت القنوات لها دورها في توصيل الرسالة إلى بعد الحدود، يعني أبعد من حضرموت وصلت هذا. فبدأ يعني مهرجان البلدة داخل مدينة المكلة يشتهر وتأتي الوفود إليه. فأنا كم صور طبعا فوتوغرافي وثقت يعني شيء ما كان على البال. أنا بالنسبة لي كم صور استفدت من هذه المهرجانات كلها، يعني لي أرشيف وجدته، يعني حصدته يعني في مهرجان البلدة أشياء ما كانت على الخاطر، ما كانت على البال، يعني من حيث التراث، من حيث حضور الناس الغريبة، الأشكال تتنوع. نفس الشيء أحيانا الطفل يطلع مع والده على كتفه ويريد يغوصه في البحر وما شابه ذلك، الموية تضرب الطفل وتخرج خاري ويبتت الوالد. يعني هذا عندي موجودات من ضمن اللقطات من ضمن الأرشيف، يعني شيء ما تتوقعه في مهرجان البلدة كم صور وثقت لهذه الأشياء. شيء غريب في غسلة البحر بالذات، يعني تجد الشخص أنت تصوره بدون قرمه وبدون سروال وخارج بدلته بشيء ثاني، يعني مهدوم. حتى المسؤولين الكبار كانوا يحضروا في مهرجان البلدة الأولى، على سبيل المثال عوض حاتم الوكيل، وكذلك أيام المحافظ طه هاجر تغسل نفس الطريقة، وكانت برضو قيادات عسكرية وبرضو في السلطة المحلية. هؤلاء يعني موثق عندي ما لدي من هذه التسميات الشخصيات موجودة. وكذلك يعني في إطار مهرجان البلدة شاهدنا يعني أشياء من الابداع، مثل الآن خريف الأنباء وما شبه ذلك، يعني شيء يكون الآن مش موجود. يعني في السابق جابوا تنانير وجابوا الخبز ودهروا وجابوا العيد ودهروا العيد، يعني والنساء نفس الطريقة، هنا النساء يدهرن وتشيل الحطب، يعني كأنك في منطقة ريفية. يعني فهذه رسالة كانت المهرجان البلدة، والتوثيق الحمد لله أنا وثقت كل شيء يعني المهرجانات البلدة، وأصبحت يعني مصور مهرجان البلدة يعني. وتحصلنا على شهادات في مهرجان البلدة، وكان تكريم في مهرجان البلدة، وكانت فعاليات لا تحصى ولا تحصى ولا تعد. استدعوا فنانين كبار مثال عبود خواجة وفيصل علوي في هذاك الوقت، وكان يشارك هنا المرحوم كرامة مرسال، وعدة فنانين كبار يشاركوا في
والرياضة كانت على الشاطئ نفس الطريقة كانت تقدم في إدارة المهرجان البلدة، حتى في ظل المحروم عبد القادر هلال إدارة خاصة سميت إدارة مهرجان البلدة. ترتبط الفنون بحياة الناس ارتباطا وثيقا، وتوشك في هذا العصر أن تصبح جزءا لا يتجزأ من هذه الحياة، فلا عجب أن يكون الفن صدى لما في النفوس، أو تصويرا لطموح الإنسان، أو دعوة إلى الإنجاز والإضافة، وكأنها في كل فن سر يجعل الناس يتعلقون به ويحبونه ويحرصون عليه، حرصهم على مقومات الحياة نفسها. مادام هذا الفن يساعد الناس على كثير من أمور حياتهم، ولا شك أن الموسيقى والغناء من ألصق الفنون بالناس والحياة، فكل منهما يناغي المشاعر ويخاطب العواطف ويتسلل إلى القلوب والنفوس ليملأها سكينة وينسيها الأسى. صلي واستجيب واذكر محمد الحبيب الحاضر ما يغيب الحاضر ما يغيب أن ظل فرجان قريب هيلي يا جراندوز خلينا بزري يا جراندوز كلم المصري منديلي منديلي عصرة بلا منديل ما تسرح العصرة إلا بمنديلي هيلي يا جراندو خلينا بسري وكلم المصري وديك عاش مقتول وفيين عبروبه عبروبه السله مكان كل ليله هيلي يا جراندو خلينا بدري وكلم المصري تاود من يا ناس عامل بيد وفاس فيحطب الوادي لما حيا بيره هيلي يا جراندو خلينا بسري مسكين عبد الله خاتم قرين الله خاتم ولا يقرا الا باسم الله هيلي يا جراندو خلينا بسري وكلم المصري على بوش بنزف مغدره مغدره هيلي على بوش بنزف مغدره مع المغرب مغدرة مغدرة على أبوش بن زفة أبوش بن زفة يلا مساك الخير رزقك على الله يطير والله يلا مساك الخير رزقك على الله يطير الخير يلا مساك الخير رزقك على الله يطير يا ورد الشام والبصرة اليوم واصل الميناء ربان قادك للشترة طالت علينا مراسينا إلى البصرة إلى الميناء اي والله اي والله الولوش الولوش طالع ونازل على الجوش موصل لكل حوش نزل حمولك من العوش الشغل ما قع في الغدرة الصبح يا شيخ مهرتنا البايكات من كثرة لا لا تنقض بواكينا يا ليل دانا ليل دانا يا ليل دانا يا ليل دانا يا ليل دانا ليل دانا ليل دانا ليل
هلا الولوش الولوش طلع ولازل عالجوش والولوش الولوش طالع ونازل عالجوش يلا عم الباكر بالبكرة بهمة قوية للازلنا النازل اليوم ده جبرة والبن مالي مخازلنا يا ليل دانا ويا دانا 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 الولوش الولوش تازل وطالع الجوش. للسعادة معنى آخر كثير من الناس لا يدركه، اسعد إنسانا تسعد، وارسم الابتسامة على وجوه الآخرين تفرح، واحبب الناس يحبوك، وتفائل بالخير تجده. كل يوم نعيشه هو منحة إلهية أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها، فمن يسعى لسعادة الآخرين تأتيه السعادة من حيث لا يحتسب. الإنسان المتوازن هو من يقدر قيمة الأشياء التي بين يديه ويتصالح مع نفسه ويسعد من حوله، وفي الوقت نفسه يسعى لتحسين وضعه باعتدال. الكمال في الحياة محال، ولكن القناعة تمنح كذلك.